مسابقه مسابقه التحدي العالمي والثعلب برعايه فاتيكا جل. واول سؤال نركز مع بعضينا، هنقعد نقرا نهدا، فاهم قصدي؟ عشان ناخد وقت. هاري كين اكثر لاعب ساهم في اهداف تسجيل وصناعه اسيست واهداف في الدوريات الخمسه الكبرى خلال الموسم الحالي، ساهم في كام هدف في الدوري الانجليزي حتى الان؟ سبعه ثمانيه سجل كام؟ هو قال ساهم سجل كام وصنع كام؟ لا كله على بعضه، كله على بعضه. ايوه، ولو عايز تفصلهم نفصلهم. انا بقول يعني سجل كام؟ لا انا بقول التوتال، انا بقول التوتال 16. انت ممكن تقول لنا 17؟ قول لنا ارقام. 18. قول لنا ارقام. هو عمل لسون 7 اجوان. 18. طب ما انا قلت يا جماعه 16. انت ماشي سلم. يلا يلا. مين الثلاث فرق في مراكز الهبوط في الدوري الانجليزي حاليا؟ شيفيلد، برايتون، وبيرنلي. شيفيلد، برايتون، لا بيرنلي وويست بروم. في واحده بس غلط، برايتون بيبقى بيرنلي. الموضوع بيرنلي صح، بس في واحده تانية بيرنلي. انا قلت شيفيلد صح. شيفيلد الاخير ما كسبش حد خالص. شيفيلد وبيرنلي وفولهام. لا فولهام كان سبع نقط. فولهام، لا مش فولهام. بيرنلي مش ويست بروم. ازاي يا جماعه؟ لا ما هو ويست بروم، انت عندك في شيفيلد وفي بيرنلي. ثالثه ايه؟ فولهام كان ويست بروم صح. طيب ايه يا عم، بس خبوز بروم خضتني. طب انا اللي قايل برضه، انا اللي قايل. مين هداف النسخه الاخيره لدوري ابطال افريقيا؟ هداف ايه؟ مين هداف النسخه الاخيره لدوري ابطال افريقيا؟ اسمه ده بتاع الجزائر. ابطال افريقيا ايه؟ توت الامم الافريقيه. استنى بس، ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا بتاع الاهلي اللي بيلعب فيه ده كان. دوري ابطال افريقيا. مين بطل؟ مين الهداف؟ مين هداف النسخه الاخيره لدوري ابطال افريقيا بالعربي اهو؟ هو وصل بتاع مازن الواد اللي سافر ده. مش عارف لوكاكو ولا ايه، مش عارف، انا مش فاكر اسمه. اسمه موليكا. موليكا موليكا. مين هداف كاس العالم 86؟ مارادونا. يا ابن اللعيبه، مارادونا مش مارادونا احسن لعيب. لا مش مارادونا، لا استنى في المكسيك. انا هقول لك، انا كان هو كبير ده ساعتها، كنت عندي 3 سنين، هو كان عنده 17 سنه. كان عنده 10 سنين يعني. جاري لينكر. جاري لينكر هو اللي اي حاجه. والله جاري صح، ما انا عارف. انا بقول مين هداف كاس العالم 90؟ 90 سكلاتشي. سكلاتشي برافو. حازم امام برضه. والله انا قلت سكلاتشي النهارده. اكتساح النهارده يعني، بصوا مش حاله فشل رهيبه اللي ما شاء الله ضيع. اكتساح النهارده ما جابش ولا حاجه. النهارده كويس. ده العيال كله النهارده كويس.